بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن وهذه الحلقة 31 بعد 300 والألف. ونحن نتحدث عن آيات في آخر سورة طه، وقد تحدثنا عن خطأ آدم عندما قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. والخطأ عند البشر وارد، وهناك خطأ لا تحاسب عليه وهناك خطأ تحاسب عليه. إيه الخطأ اللي أنا بتحاسب عليه والخطأ ما تحاسبش عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إيه الخطأ؟ إن أنا جاي أفتح الباب ده مش قصدي فتحت الباب الآخر، وجدت شيء أو غصب عني لم أقصده. فإذا أنت لم تنوي الذنب ولم تقصده لا تحاسب عليه. ده حتى في القتل، أنا ماشي بالعربية سايق العربية وماشي وفجأة طلع لي حد كده وقع في قدام العربية، أنا والله لم أقصده ولم أنويه ولا ولا ولا، دي حاجة قضاء وقدر. فعشان كده رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. خطأ أنا أخطأت غصب عني مش بمزاج، واحد شايل حاجة وقعت اتكسرت. لا تضربوا أولادكم على كسر الإناء أو الأواني فإن لها آجالا مثل آجالكم، بس علموا إزاي يحافظ على الحاجة يمسكها صح، ما تزعلش على الحاجة اللي اتكسرت قوي لأن لها أجل، بس تعلموا إزاي يستخدم الحاجة عشان ما يستهترش وكل حاجة يمسكها رماها يكسرها، مش كده ولا إيه؟ لكن أنا عارف إن هناك خطأ، حاجة غصب عنه. فالخطأ زي ما نقول إيه، دكتور بيعمل عملية، الراجل شاطر واخد بالأسباب صح متوكل على الله وماشي صح، بس هو بيشتغل ضرب وريد أو ضرب بتاع المريض مات، هو لا لكن في إهمال وسف بطن المريض مش عارف إيه وكتل شاش ومقصات وقال الممرضات قفلوا أنتوا أهو المريض مات، لا طبعا هيدفع دية قتل خطأ، ما ينفعش ده كده إهمال. فعشان كده الخطأ وارد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذا أنا عملت حاجة وغلطت أستغفر ربنا أيا كان الذنب بقى. يعني أيا كان الذنب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنى. فقال أبو هريرة يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى ثلاث مرات رغم أنفى بذر. هو يا ابو ذر مش مصدق، يعني ممكن واحد يعمل ذنب كبير وربنا يسامحه؟ هم اخوه يوسف مش رموه في غيابه الجب وجاءوا على قميصه بدم كذب و و وعملوا عمايل وربنا سامحهم، مش كده ولا ايه؟ اذا ممكن الانسان يعني يرتكب بعض الكبائر او بعض المقاصد ثم يتوب الى الله فيتوب عليه. عشان كده ربنا بيقول لك ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى. طب هو ابى يبقى هذا عدو لك. عدو لك ازاي؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في ناس الشيطان حبيبهم واحنا في اعز عندنا من الشيطان، الشيطان حبيبنا وروحنا بس هو يستغلل لنا كده واحنا وراه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى. ابى ان يسجد، طيب لكن يسلط علينا. طب هل انا منتظر ان الشيطان يغويني ولا انا اقدر اغوي الشياطين الدنيا كلها؟ يعني النفس الاماره بالسوء، النفس الفاسده محتاجه شيطان ولا هي تضل الدنيا كلها؟ يعني مش عاوزين نأول الامور لانه هو الشيطان هو، لا لا لا، ده في ناس نفوسها قلع من الشياطين. فيعني لما ربنا وصف يعني كيد النساء ان كيدكن عظيم، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد الشيطان ضعيف. كيد الشيطان وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، كانت في رغبه من الاول في شهوه. فعشان كده ربنا بيقول فقلنا يا ادم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. وساعات يجي إنسان أو شيطان في صورة إنس، وربنا يعزنا وإياكم من شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس ألعن من شياطين الجن، لأن هو بيوسوس لك، المخدرات حلوة والسرقة حلوة قوي وننصب. يعني يؤسفني إن أنا أقول إن في بعض الأمهات وبعض الشباب في هذه الأيام، الشباب والعياذ بالله، يعني أعرف بعض الشباب مش كلهم، يعني بعض الشباب يجي مثلا على حتة أرض أو شقة مقفولة على الفاضي وبقالك كذا سنة، يعمل إيه؟ يحط إيده بوضع يده ويعملوا لبعض عقود مضروبة من واحد لواحد لواحد وياخدوا الأرض وياخدوا الشقة وياخدوا كذا. خلاص؟ طب ده عمل نصب، ده عمل حرام، لكن ممكن واحد يقول لها ادعي لي يا أمه، ادعي لي يا أمه آخد الشقة دي اللي مالهاش صاحب، ادعي لي يا أمه آخد الأرض اللي مالهاش صاحب. مصدق دي؟ تقول ربنا يوفقك يا ابني. يوفقك لإيه؟ سرقة؟ وفاك للسرقة؟ واحد بيغني وحفل أصواته
ادعي لي ياما ربنا يوفقك يا ابني وتغني وتغني، ايه ده يروح النار ده يروح الجنه؟ ام ايه اللي بتدعي ده؟ انت مصدق؟ انت مصدق ان احنا عندنا انعكاسات؟ ها؟ واحد بيسرق ارض وامه بتدعي له، والتاني بيغني وامه بتدعي له، ها؟ واحد رايح يجيب سجاير ولا ادعي لي ياما الاقي سجاير، ربنا يوفقك يا ابني وتدخن. يعني احنا بندعي للناس في الحرام؟ بندعي للناس في الحرام؟ يعني كان الام زمان تقول لابنه اتق الله، تقول لجوزها وابنها اتق الله ولا تاكل حراما، اتق الله ولا تاكل حراما، اننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على العذاب يوم القيامه. النهارده بنقول له يلا وريني خفه ايدك، يلا نستولى على الاراضي، ويلا نستولى على الشقق، ويلا نضحك على الناس ها؟ ينفع؟ يعني كنت بسال سؤال، ايهما افضل ان تعمل المراه عملا شريفا ولا تشحت؟ في بعض الناس اللي عايشه يقول لك تشحت احسن. طب لما النساء تشحت، ده احنا عندنا نص الشعب، اكثر من 40% من الاسر تعولهم امراه، المراه هي اللي بتعول الاسره، اما ان الزوج مات او عيان عنده فشل كلى وسرطان وكبدي، نص الرجاله مضروبه واللي بتعول الاسره امراه. تشتغل ولا تشحت؟ تشتغل ولا تشحت؟ في ناس عندها تشحت وفي ناس عندها تسرق، تسرق احسن، تسرق احسن. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الشيطان عدو لك، فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. بعض الامثال تشقى، تشقى انت يا ادم، وان المراه ليس عليها شقاء. طب والاسر اللي جوازها ماتت دي تجيب اكل منين؟ يعني بقول لكم زي ما بقول لكم، في احصائيه في اكثر من 45% من الاسر المصريه تعولها امراه. مين اللي بيشقى بقى؟ فعشان كده ربنا بيقول له، كان بيقول له ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دي مرحله انتقاليه، هو ادم مش مخلوق للجنه خالص. يعني هو دي فسحه كده، ربنا خلقه بيدي ونفخ فيه من روحي واسجد له الملائكه واسكنه الجنه، حته كده ترفيهيه زي ايه؟ عروسه حفله وزفاف وطبل ورقص، بس هي راحه ضرب ضرب كله ضرب. بعد كده ده حمل وولاده، في الحمل الشهرين الاخيرين مش قادره تنام من كتر الالم، وولاده عذاب، وطفل بعد كده بيعيط ليل نهار، ده راحه، ده هتشوف الويل. انما هو بس من ايه؟ زفه كده. اللي فاهم، اللي فاهم عارف ان اللي جاي صعب، اللي مش فاهم خليه مش فاهم. فهو ادم ما كانش مخلوق للجنه خالص، هو دي رحله ترفيهيه كده بمناسبه انه لسه مخلوق جديد. انما لازم هينزل الدنيا، بس هل يا ترى ينزل الدنيا من غير سبب؟ لأن لو ربنا قال له خلاص بقى انزل يا آدم بقى وازرع واحصد وارعى واشتغل قول له يا رب أنت خلقتني وأسجدت لي الملائكة وكرمتني، وبعدين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه. يعني فعشان كده لازم سبب. يا رب من التكريم للتعذيب، أنا مش فاهم إيه اللي حصل. على فكرة في حياة الناس كلها كده، ساعات الانسان يبقى مكرم ووزير والناس كلها بتحييه، وفجاه بقى وزير سابق يخش في حته ما حدش بيبص له. ومساله الوزير السابق دي بقت كتير قوي، كل ما تروح في حته تلاقي وزير سابق. ايه الحكايه؟ ده كانت عربيات وعربيات رايحه وعربيات جايه وسياده الوزير وبعد كده خلاص يقعد ولا كانه. مش بس الوزير، البيه المحافظ سابقا، سياده اللواء سابقا، سياده قول بقى اي منصب، سياده المدير العام اللي كانت العربيه بتيجي تاخده وتوديه، ما بقاش حتى السواق يقول السلام عليكم. وهكذا الدنيا. فبعد ان كنت مكرما فلا تكرم. وتستغرب يا رب ده انا كنت مكرم وكنت ليا مكانه، ايه السلب ده؟ يعني ايه الوضاعه اللي انا بقيت فيها دي؟ يعني مش كده ولا ايه؟ لكن هو ده الواقع، ما حبه فوق وحبه تحت، وبعدين اسجد له الملائكه، وبعد كده هو بره عمال يشتغل بقى ويعزق فموضوع ادم ده هو موضوع كل راجل فينا. موضوع ادم موضوع كل راجل فينا، ياخد منصب ياخد تكريم وفجاه ياخد على دماغه. ازاي؟ دي نشوفها في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله الله الله.